وذكر أهل السير أنهم إذا أكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم شبعوا، وإذا لم يأكل معهم لم يشبعوا. الأكل اللي بيجيبوه ده لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون قاعد بيشبعهم، وأكان ما في ما بيشبعهم. قالوا وكان القدح الواحد يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب بعده أعمامه جميعا ويتركون الباقي من القدح الواحد. قالوا وإذا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإن الواحد منهم يشرب قدح. الواحد بيشرب القدح براو ولما النبي صلى الله عليه وسلم فيه بس بيبدأ هو بيشرب من القدح الأول، وبعد ذاك الباقين كلهم بيشربوا. وهذا يا أخواننا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. والبركة في شخصه وفيما ينفصل عنه، ينفصل عنه من ريق ومن عرق ثابتة له وخاصة به. انتبهوا لنقطة خاصة دي، هذه بركة ثابتة ولكنها خاصة. يعني أي حاجة يا أخواننا كانت تنفصل من النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك بها الصحابة. لو لقوا شعرات بتبركوا بها، ولو وجدوا فضلا من مائه قالوا ما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من إناء إلا وابتدره الصحابة. بس أول ما يغتسل من الإناء باقي الموية دي طوال بشيلوها. أنس رضي الله عنه قال من لم يجد ماء أخذ من بلل يد صاحبه. الزول دخل يده شال له موية خلاص المالقة بيشيل من اليد المبلولة حق الصاحب. فيمسحون بها وجوههم، دي فيها بركة ثابتة يا أخوانا. وأم سليم رضي الله عنها كانت تأخذ العرق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال ما هذا يا أم سليم؟ ودي خالته من الرضاعة، أم سليم أم أنس بن مالك زوجة أبي طلحة الأنصاري. قالت هذا طيب يا رسول الله نطيب به طيبنا. يعني العرق حقه بيكبوه في الريحة عشان يزينه، الريحة تبقى سمحة. لكن يا أخواننا الصحابة ما فعلوا هذا إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ما في زول ثاني عنده الخاصية دي. عشان ما يجي يدعي الدجالين الليلة، الجماعة هسه أبوك الشيخ يتوضأ يتخاطف الطين حقه بتاع المويه ومحل بيبزق يشيلوها ويتمسحوا بيها، وطين يرسلوا سفري لاهلهم ويقول لك دي طينه ابويا الشيخ فلان وفيها العلاج والدواء وسفوها وكلوها. ودي كلها لخبطه ساي، ده كله ما فيه اي بركه. طينه ود الطريفي وطينه معارف الكباشي وطينه وين، دي ما في اي حاجه. عشان ما تمشي تجيب لك مرض لرقبتك وتشيل لك طين يقطع لك مصارينك ساي. الموضوع ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى أنه لم يبقى من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. عشان ما يجي واحد يدعي يقول لك دي طبعا شعرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وده جزء من العمامة حقته واحد دجال كده قال بالإسناد عنده العمة حقته اللابسة دي، قال دي بالإسناد عن شيخي فلان وعن شيخي فلان لحد قال ما وصله قال دي عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. ده كذب ساي يا اخوانا، ده كله كذب. ما بقي من آثار النبوة شيء إطلاقا. عشان الناس ما تتخدع بمثل هذه القصص الواهية.